تشاهدون الآن. فريق الجدعان ريل استيت يكشف أسرار أكبر منظومة ذكية لتشغيل وحدات مشروع 31 نورث في داون تاون العاصمة الإدارية، كما يرصد أهم الاستشاريين والمصممين المشاركين في أعمال التنفيذ. كنا شهود على تنفيذ أعمال أكبر صبة خرسانية لمشروع 31 نورث بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقابلنا السيدة نيفين فوزي مدير قسم الكهرباء والميكانيكا والمسؤولة عن متابعة أعمال البنية التحتية بمشروع 31 نورث ودعم منظومة الإلكتروميكانيكال. وبالمناسبة السيدة نيفين فوزي خبرة تجاوزت 30 سنة، شاركت في تنفيذ مشروع نايل بلازا فور سيزن وسان ستيفنو في الإسكندرية وكمان جراند نايل تاور على نهر النيل. ركزوا معايا. دور الإلكتروميكانيكس هو بنقول عليه دايما هو الهارت اند برين اوف ذا بروجكت، يعني قلب وعقل المشروع، لانه مش دور سهل خالص، وخصوصا ان اهميته بتبان بعد ما المشروع بيخلص. تركيب الاجهزه والمعدات مش هو الشيء الصعب، المشكله في ان هي تكون بيرفورمينج او شغاله كويس وان صيانتها تكون سهله وسريعه ومتوفره. ازاي حضرتك خططتي للمشروع؟ بص حاجة، احنا بنبتدي من اول الديزاين، واحنا بنشتغل في الديزاين عينينا دايما على الاوبريشن وعلى المينتنس وعلى الفانكشناليتي بتاعت المشروع والكواليتي. فانا هدي حضرتك امثله سريعه. طبعا المبنى علشان نشتغل في مبنى اداري محترم لازم يكون مبنى سمارت، لازم نعمل انفراستراكشر يخلي المبنى ده فيه انترنت عالية الجودة فائقة السرعة تمكن اللي بيمارس نشاطه اليومي انه يكون بيمارسه بطريقة محترمة ومش ما عندوش اي obstacles عوائق زي ما بنقول. تاني حاجة، انا عايز مبنى صيانته سهلة، فعايز مبنى يقول لي انا بتعمل لي صيانة ازاي. فاحنا جربتين كل السيستمز على بلاتفورم BMS بحيث ان انا براقب كل الايتم محطوط من اللمبة للمفتاح لأكبر مروحة تكييف لأكبر مكنة تكييف للتشيلر سيستم لكل حاجة، بحيث ان بنعمل preventive maintenance program. انا ما بستناش المعدة يحصل لها مشكلة، انا من الاول بعمل preventive maintenance علشان المبنى يفضل الجودة بتاعته والكفاءة بتاعته مستمرة معايا سنين عمره كله. وعندنا برامج استثنائية للصيانة، برنامج يومي واسبوعي وباي ويكلي، كل اسبوعين وكل شهر وكل 3 شهور، بحيث ان انا المعدة بتاعتي بتفضل الكواليتي بتاعتها. لو هي عمرها الافتراضي 20-25 سنة انا بعدها اكتر من كده بالبريفنتيف مينتنس، انا براعي ان ما يحصلهاش اساسا مشكلة بما فيها اللمبات. يعني مبنى كبير زي ده one of the safety issues ان الانوار فيه عمرها ما يبقى فيها مشاكل. النمبر اوف اير تشينجز اللي بتتعمل في المباني العالية بتكون استثنائية، وده مع الديزاينر بتاعنا عملنا الكالكوليشنز بحيث خلينا النمبر اوف اير تشينجز في التاور وفي البيزمنت وفي الكوميرشال على اعلى مستوى. حاجه تانية، طبعا المبنى بتاعنا موفر للطاقه، فاحنا بنستخدم 90% من الريسورسز من الناتشرال ريسورسز بتاعتنا على مدار اليوم، وتضغيط السلالم عندنا مدروس. الطريقه اللي حضرتك لو لا قدر الله حصل حريق في مكان ما تكون في المشروع بتاعنا تعرف تتحرك من اقل عامل لاهم ضيف، يعني اي واحد قاعد في اخر بيزمنت زي اي واحد في اخر دور هيلاقي طريقه ازاي في الاخلاء من المبنى حسب الكود في التايمنج اللي الكود بيقول عليه. احنا بنشتغل بحاجه اسمها 3D modeling، كل المبنى بيبان قدامي على الموديل، وبعمل السيركيليشن بتاع البني ادمين والهواء وكل حاجه، بندرس كل حاجه قبل ما بنبتدي بمسمار، وبندرس زي ما قلت لحضرتك احنا هنعمل ايه بعد 20 سنه وبعد 25 سنه، هطور اكتر ازاي وانا شغاله في الاوبريشن والمينتنس. شركه النيل دايما ملتزمه بمواعيد تسليم مشروعاتها والبرامج الزمنيه المحدده وكمان المواصفات والاشتراطات وانظمه التشغيل، مفيش حاجة بجد سايبينها للصدفة، وده باختصار كان أهم الأسباب اللي أدت لزيادة الثقة بينها وبين العملاء. تعالوا دلوقتي نقابل المهندس أمير وصالح، ممثل المالك ومدير مشروع 31 نورث بالعاصمة الإدارية الجديدة. المهندس أمير وصالح مدير المشروع وممثل المالك، نقدر نلخص مهام حضرتك إن حضرتك المدير الفني أو المايسترو للمشروع ده. هي من ضمن المهام الرئيسية ليا في المشروع
ان انا متابعه البرامج الزمنيه وان اكد ان انا هوصل بالمشروع في الوقت المحدد ليه وبالتكلفه المحدده ليه، واتابع البروكيورمنت والعماله وبرامج الزمني بكل ما يحوي الكلمه من معنى. النهارده احنا في حدث استثنائي لشركه نايل ديفلوبمنت لان هي بتصب خرسانه 10,000 متر. النهارده يوم يعني حجر زاويه في تاريخ المشروع. المشروع النهارده دي تاني خطوه فيه اللي هنصب فيها 10,000 متر خرسانه. انا عشان اوصل لاصب ال 10,000 متر خرسانه دول استهلكت 90,000 ساعه عمل عشان اوصل لليوم بتاع النهارده اللي هصب فيه ال 10,000 متر خرسانه. اللي احنا النهارده الرجاله بتاعتنا دي اكتر من ساعد 1,000 راجل من مهندس واداري وفني وعامل وعامل مساعد، يعني اكتر من 1,000 بيت مفتوحين. اكتر من 1,000 بيت مفتوحين النهارده ولمده 5 سنين مع المشروع ده. انتوا ليه 6 شركات مع بعض بيتعاونوا؟ يعني 6 شركات انتوا عملتوا حاجه؟ ده لازم، انما اشغل 6 محطات خرسانه عشان اقدر اصب الكميه دي في 36 ساعه لازم اعمل اجيب 6 شركات. انا عندي اقل مصنع هيصب لي حوالي 1,000 متر وفي مصنع هيصب لي 2,000 متر في اليوم. مفيش محطه هتقدر او شركه واحده تقدر تديني ال 10,000 متر خرسانه. لكن انتوا عملتوا حاجه جميله ان الشركات دي بتتنافس بره، جت عندكم بتتعاون. احنا بقى عملنا بروفيت صب، جبنا 6 محطات بال6 بمبات بال75 سيارة خرسانة وعملنا بروفة عشان نعمل تناغم وتناسق في العمل، مبقاش فيه كلاشنج أثناء الصب ويحصل عطلة ويحصل كولد جوينت ويحصل مشاكل صب. إيه اللي أنت شايفه جديد أو اللي شد حضرتك إن أنت تتعاون مع شركة نايت ديفلوبمنت وتمثل المالك في مشروع بالحجم ده؟ أنا هقدر أقول لسعادتك إن المبنى بتاعنا دوت مبنى ذكي بنستخدم فيه كل أساليب الحديثة من ناحية إن مثلا فور إكزامبل أنا ما يكون عندي مبنى سكيورد من ناحية الفاير فايتنج. يعني ايه سكيورد من ناحيه الفاير فايتنج؟ يعني مجرد ما يشم دخان هو يطفي نفسه. ان انا بستخدم اساليب مثلا البي ام اس بيلدينج مانجمنت سيستم، يعني مثلا في عطل مثلا لمبه، لو لمبه محروقه في الدور ال 15 في الغرفه رقم 2 بتبين عندي، بقدر اتعامل معاها بكل بساطه ويسر، مش بشتغل بترايل اند ايرور. المبنى بتاعي اسانسيراته برضو سكيورد. في كام اسانسير في المبنى ده؟ عندي المبنى فيه اكتر 15 اسانسير واثنين مصعد خدمه. برضو عندي لو المبنى بتاعي قطعت الكهرباء فيه بيحول اوتوماتيكالي على محطه الكهرباء بتاعت الجنريتور بنظام الاي تي اس. عندي ايمرجنسي لين، ممرات حريق، عندي سلالم حريق، عندي اسانسيرات هتشغلها اثناء الحريق، غرف السيرفرات والكمبيوتر ما يقطعش عنها الكهرباء عشان ما تبوظش السيستم. طبعا مهمه جدا طبعا. كل دوت سكيورد. فاذا المبنى بتاعي مبنى ذكي ومبنى صديق للبيئه، لان انا عندي برضو بعمل تدوير للميه بستخدمها في الزراعه اللي بتستخدم في اللاندسكيب. متخيلين حضراتكم يعني ايه شركه بحجم شركه سياج بتشارك في تنفيذ 31 نورث تاور؟ يعني خبره في المقاولات تجاوزت 35 سنه وكيان كبير نفذ أبراج سان ستيفانو في الإسكندرية وأبراج العالمين الجديدة وأبراج السي بي دي كمان اللي بالمنطقة المركزية في العاصمة الإدارية. وده اللي عرفناه من المهندس أحمد عبد الرحمن ممثل شركة سياج في مشروع 31 نورث تاور. طبعا شركة سياج من الأسماء الكبيرة ومن الأسماء المعروفة، لو نحب السادة المشاهدين تاخد نبذة عن شركة سياج. شركة سياج احنا بقالنا 35 سنة في السوق، يعني من 35 سنة وإحنا شغالين أعمال تخصصية كبيرة، مشروعات كبيرة. أول شركة تخصصية بمقاولات تشتغل في الهاي رايز بيلدينج عملنا سان ستيفانو. الأبراج ده سان ستيفانو 2001. بعد كده إحنا اشتغلنا أعمال طبعا كتيرة من حاجات سياحية، حاجات صناعية، حاجات زي جهينة ونسلة. وبعد كده اشتغلنا كمان في القرى السياحية. بعد كده عملنا العالمين، 5 أبراج موجودة في العالمين. وعملنا في السي بي دي منطقة المال والأعمال، عملنا فيها برجين مع أكبر شركة تخصصية في الهاي رايز بيلدينج هي شركة سيسك، ودي شركة عالمية، دي شركة صينية، شركة صينية طبعا. ودي المقاول الوحيد أو الشركة الوحيدة اللي رشحت عشان تشتغل مع شركة سيسك هي سياك. ايه اللي اكتسبناه من ان احنا لما نخش ننافس شركه صينيه؟ يعني شركه سياك لما تخش العاصمه الاداريه في منطقه السي بي دي او منطقه المال والاعمال ان هي تنافس اكبر شركه في العالم. احنا طورنا، كان تحدي كبير طبعا. كان تحدي كبير طبعا. احنا سبقنا كبرنامج زمني، سبقنا الشركه الصينيه في الاعمال. طورنا من عندنا من الناس والعده اللي كانت موجوده، عملنا يعني جبنا عده جديده بشكل جديد خفيف ويستخدم في الابراج الارتفاعات الكبيره، كانت سهله في التركيب وسهله في التنفيذ. دي برضو حاجه جديده مش موجوده. اشتغلنا الالوديك للاسقف واشتغلنا الايكو فور للاعمده والحواط، ودي كانت حاجه
مش منتشره في مصر، ودي برضو حاجه سابقه للسياكه ان هي كانت عملت ريكورد موجود عندهم. اشتغلنا كنا بنحقق تقريبا من 12 ل 15 يوم للدور الواحد. لما اتعرض ان انتوا تخشوا في المشروع بتاع نايل بيزنس، اولا ايه اللي شفتوه في شركه نايل بيزنس يخلي ان انتوا تحطوا اسمكم، لان الاسم كبير في مشروع اول مره يتعمل كقطاع خاص؟ لما اختار العقار اللي موجود، لما تلاقي فيه ان هو بيدور على حاجات تنجح المشروع بتاعه وتخليه منافس واسم كبير، ان هو يجيب ديزاينر محترم وكويس، ويجيب كمان جهاز اشراف شكله اسم كبير، وبعدين شركه المقاولات اللي موجوده لما بتلاقي الجناحين دول موجودين بتبقى مطمنه جدا انها تشتغل مع المطور، خصوصا ان اسمها كبير ما ينفعش تخاطر باسمها. يبقى ده كده ممكن تشتغل مع المطور. شركه النيل للتطوير العقاري لما قررت تبدا اعمال مشروع 31 نورث تاور كانت حريصه على اسناد مهام المتابعه للمتخصصين، ومهمتهم مراقبه برنامج التنفيذ ومراجعه جوده الخامات. ومن هنا وقع الاختيار على المهندس نور العقاد، منسق عام مشروع 31 نورث. في البدايه حابين نبسط يعني ايه كوردينيتور او منسق عام المشروع. طبيعه المشاريع اللي بالحجم ده فيها انواع كتير من الاعمال، منها الاعمال الخرسانه والاعمال الانشائيه، منها اعمال الالكتروميكانيكال اللي هي منها الكهرباء الميكانيكا وكل الكلام ده كله. التنسيق العام ما بين التريدز دي كلها او النوع الاعمال ده كله، علشان زي ما بنقول بتخلص كل الشغل في وقت مناسب بدون اخطاء تعطل اي نوع من الاعمال، وحل بعض المشاكل اللي طبيعي بتحصل في كل المشاريع، منها حتى السي بي دي اللي موجوده، بس ازاي ان انت تحل المشاكل دي في الوقت المناسب علشان ما يحصلش اي تعطيل للمشروع. موقع كبير زي ده ومشروع كبير بالخاصيه اللي موجوده هنا بيحتاج تنسيق معين بما فيه الشكل ودخول العربيات. انا عندي صبه فيها 70 او 80 عربيه خرسانه لمده 36 ساعه شغالين، المناوره بتاعتهم جوه المشروع، الدخول والخروج، كل ده من الاعمال اللي احنا واخدين بالنا منها كويس جدا بسبب الخبرات السابقه، ازاي انت شغال ومشروعك شغال ومراعاه للبيئه اللي حواليك. تشاهدون بعد قليل. فريق الجدعان ريل استيت يرصد تفاصيل مخطط جديد تنفذه شركة النيل بمشروع 31 نورث، يستهدف تحقيق الاستدامة والعمارة الخضراء ومراجعة جودة الخامات الصديقة للبيئة بالمشروع.